قولي لي بقى بطولة الجمهورية جت ازاي؟ احنا كنا عكس الكاتا، احنا بدأنا لغاية دور الثمانية لغاية شهر 12 وكملنا من دور الثمانية في شهر أول اثنين بعد يعني البريمير التصفيات كانت في 12 أول بطولة الجمهورية مقسمة مرحلتين، أول مرحلة لغاية دور الثمانية اللي كانت شهر 12 وبعد كده في شهر اثنين أول اثنين كملنا بقى اللي هم الدوري اللي هم الثمانية. حلو. بس احنا في شهر 12 اشتغلنا يعني بصراحه بدات كنت عند بنيه جهاز للبريمير ليج وكان عندي بطوله الجمهوريه الدوري جامعات العالمي. بالظبط الدوري العالمي للجامعات. جامعات وبعديها على طول جامعه ايه الاول؟ سياسه واقتصاد جامعه القاهره. جامعه القاهره. طب كويس، ده انا جامعه القاهره برضو. طب كويس جدا، وسياسه واقتصاد دي ما شاء الله يعني جامعه كبيره جدا وعريقه. فكان في دوري الجامعات والدوري العالمي والدوري العالمي والجمهوريه. والجمهوريه يا فكان خبر كله ابيض، ورا بعضه، وكمان بعد امتحانات في الموضوع كان صعب، كان كده صعب قوي. كان صعب. طب مين مدربك؟ كابتن حاتم يوسف. كابتن حاتم يوسف. وكان انت بتتمرني معاه لوحدك ولا مجموعه؟ لا كنا مجموعه، بس هو مجموعه. بعيدا عن المجموعه بصراحه انا كابتن حاتم اي حاجه في النادي او اي حاجه في سواء في الكاراتيه انا بصراحه بلجأ له على طول، هو طبعا سبورت اكيد ليا اكيد. مدرب، المدرب في الكاراتيه مهم جدا ده جدا مفيش. بصراحه. طيب احنا خلصنا التصفيات. طيب ايه فاكره الماتشات ترتيبها ايه وكان اصعبهم كان ايه؟ سبع ماتشات، احنا تمام بنات بنلعب سبع ماتشات. هو زي ما هي قالت دور الثمانيه بنبقى الثمانيه جامدين، الثمانيه ابطال مفيش هزار عالم. بقى. يعني وده كان ميزان جديد عليا كمان، انا كنت بلعب تحت 68 انت دلوقتي فوق ال 68. انا كنت بلعب تحت 68 وغيرت ميزاني يعني فوق 68 فروحت على لعيبات جداد. بالظبط، ففرق قوه وسرعه مختلفه جدا عن 68، فدي كان بالنسبه لي بصراحه. طب ليه غيرت الميزان؟ انا كنت دخلت الجيم فالعضل زاد معايا، زاد المسلز فعديت الوزن. بالظبط، فعديت الوزن فبديت ان انا خلاص بقى قلت بس مش قادره اخسس. في لاعبات بيعملوا ده قصد، ممكن بياخدوا بروتينات وحاجات عشان انا ما يعدوا. كنتش باخد بروتين. ما ده طبيعي. يعني انا بس ما كنتش قصدها، لا يعني ما قصدها كنتش ما كنتش قصدها قصدها، خالص، هي لا لا جت لا مع جت كده. التدريب. وانا تعبت قوي يعني انا تعبت قوي من التخسيس كمان، ف وبدا يظهر عليا في اللعب حتى في البريمير ليج اللي هي الدوري الدوري العالمي. العالمي. انا كنت من التخسيس تعبت، ما عرفتش اعمل حاجه في البطوله من لا لا احنا التخسيس. هنجي لها، بس خلينا دلوقتي في الجمهوريه. ف انت لعبتوا سبع سبع ماتشات ماتشات احنا تمام بنات ورا سبع بعض ماتشات ولا لعبتهم ازاي؟ على يومين، اول على يوم يومين. اربع ماتشات تاني يوم ثلاث ماتشات. انت خدتي ذهب برضو صح؟ الحمد ما شاء الله، لله. الله اكبر. طيب اصعب ماتشات كانت ايه؟ زي ما قلت لحضرتك احنا فعلا الثمانيه مفيش جامدين مفيش. وميزان جديد كمان، فالموضوع كان يعني طب فيه دي شويه. حاجه تبسطك ان انت لعبت على ميزان طبعا جديد؟ الحمد لله، وده كرم من ربنا بصراحه، انت اول مره تلعب الميزان ده وتكسبه؟ اول مره العب الميزان ده يعني. ما شاء الله. يعني الحمد انت لله. يمكن انتوا الاثنين كان عندكم ظروف مختلفه. انا يمكن كمان ايه كان وانت كان يعني يعني انا ظروف بصراحه ايه كان ليه المشاكل تحدي. بالظبط وانت يعني انا ظروفك كنت ناويه اصلا البطوله دي، انا كنت بفكر ما انزلهاش، انا كنت خارجه من الدوري العالمي مجهده مجهده وتعبانه جدا، ولعبت وامتحانات. امتحانات والدوري الجامعات كمان بطوله الجامعه. يا خبر ابيض، فقلتي لا انا ممكن اخش فبصراحه خلاص. بس بابي ومامي بصراحه وقفوا معايا قوي، انا بجد بشكرهم والله. يعني ربنا يخليهم هم لك. كانوا سبورت قوي ليا عشان خشي قالوا لي خشي. قالوا لي ياسمين انزلي وبتاع. طب كابتن حاتم كان رايه يعني بابا كابتن وماما حاتم، لا كابتن حاتم على طول انت يلا يلا هتنزلي، احنا يلا مش تنزلي. هنتناقش، ما انت فيش نازله ما مش فيش. هنتناقش. طيب لا هو يعني قبل ما تطلعي لل 68 يعني كنت بتلعبي اوكي. تحت 68، كنت عامله ايه تحت انا 68؟ برضو كنت في اول الله اكبر. انا بس كانت انا في الفريال، فريال اشرف معايا في الميزان، هي كانت في قبليه على فريال طول. اشرف طبعا نجم. وانا كنت بعديها على طول. بس اي بطوله فريال طبعا مش بتلعب معانا الجمهوريات وكده، بس احنا كنا بننزل الجمهوريه وانا الحمد لله كنت بجيب اول ميزاني يعني. طيب انت زعلت لما الاولمبيات كان فيها يعني كاراتيه وخرج هتتلغي؟ وخرج زعلتي؟ اكيد طبعا تعرف ان هم بيدرسوا وممكن يرجعوها على فكره، بيرجعوا بس مش اللي جاي، مش اكيد اللي جاي. اللي لا ما بعديها انتوا ما شاء الله سنكم صغير تلحقوها عادي يعني يعني ما ان شاء شاء الله، الله. يعني 23 سنه و24 سنه. لا يعني يا رب لا انتوا معانا للثلاثينات ما ان فيش اي شاء ازمه. الله. طيب يعني عايز اتكلم عن الاستعداد للبطوله. انت ما استعدتيش تعتبري، لان انت خلاص انت كنت طالعه، بالعكس طالعه اوفرلود. كنا يعني انا كنا كان دي كذا حاجه، بس تعديت بطريقه مختلفه شويه. يعني احنا كنا قبل البريمير ليج معسكرين في المنتخب، فكنت اتمرن في المنتخب قبل البريمير ليج. كام يوم بقى كنت قاعدين كل معاهم؟ احنا قبل البريمير ليج بشهر كنا بنتمرن في المنتخب في المركز الاولمبي المركز ولا الاولمبي بمعادي. كنت كنا مقيمين بنخرج هناك؟ بنخرج يومين بس في الاسبوع وبنرجع بقيه الايام. طب كنت بتعملي ايه في الجامعه ولا كانوا مقدرين؟ انا كنت اصل الفتره دي عندي امتحانات، فكنت بخرج امتحن وبرجع وترجعي المعسكر. وتذاكري في المعسكر. بالظبط عذاب حياه البص، الحمد حياه لله. حياه بص انا عارف عارف الدنيا دي عذاب اليم يعني، يعني تبقى الحمد الدنيا لله. صعبه جدا. بس برافو عليك، انا عاجبني انه البطولتين بالنسبه لكم كان فيهم ظروف. انت بتتحدي بميزان جديد وآية بتتحدى ظروف، والحمد لله ظروف الاتنين عدوا وتغلبتم عليهم، الحمد وإن لله. شاء الله تبقى تمام.